السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برنامج مجاني وفيه إمكانيات حلوة قوي اسمه FZK Viewer، متخصص في إن أنت تشوف ملفات الـ IFC. بتقول الفايل أوبن وبعد كده تحدد أنهي ملف، أنهي امتداد اللي أنت عايزه. عايز تفتح GML ولا IFC ولا GBXML ولا Land XML. تختار بعد كده الملف اللي أنت عايزه، فيبدأ يجيب لك المشهد زي ما أنت شايف. تمام، تقدر تشوف الملف زي ما انت عايز من جميع الجوانب. تقدر تيجي هنا وتختار مثلا ان انت تخفي حاجة معينة او تظهر حاجة معينة. تمام، دي العناصر الموجودة. تمام، ده ممكن تقول مثلا مش عايز اشوف البيم، مش عايز اشوف البيلدينج، مش عايز اشوف الستوري، مش عايز اشوف الدور كولوم. هتلاقي العناصر بتختفي. تقدر تقيس اي حاجة انت عايزها، مثلا من هنا لهنا مثلا تقدر تقيس. تقدر تعمل روتيت، تقدر تقول له انا عايز اعمل فيو فرونت، تشوف المشهد من جميع الجوانب. هو كويس جدا ان انت تشوف الملف دوت. تمام، تقدر تقول له انا عايز اعمل اشوف مثلا الالوان، تقدر تاخد اي معلومة انت عايزها من المشروع، اليونت، اللونر هيستوري. هو برنامج مجاني تقدر تفتح بيه اي ملف IFC او XML او Dream Building XML وتعرف كل المعلومات اللي جوه.